عفى الله عنك يا شيخ، أحيانا نجد حيوانات في الطريق كالقطط والكلاب تم دهسها بالسيارة أو غيرها لكن لم تمت إلى الآن، هل يجوز الإجهاز عليها؟ فيها بعض روح أو فيها كيف؟ نعم كيف؟ كسرت أرجلها أو ظهرها لكن لم تمت إلى الآن، هل يجوز الإجهاز عليها وقتلها بالسيارة أو غيرها؟ وهي من يعني الحيوان المباح؟ لا، قطط أو كلاب أو غيرها. لا ما تجزئ عليها، تترك. إذا رأيت شيئا مريضا من الحيوانات فدعه لأنه ليس من مسؤوليتك، فربما يشهر بإذن الله عز وجل. نعم. نعم.